طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. حقيقة أنا يعني أحب أشكر الإخوة القائمين على تنظيم مثل هذه الفعاليات بسوق مسقط الأوراق المالية، ونتمنى إن شاء الله أن نقدر نتواصل. هي مش محاضرة، لا، هي وإنما هو تواصل وتبادل معلوماتي، ربما عن طريق يعني بعض الشرائح اللي نوضح فيها معلومات عامة عن الصحة الوراثية، معلومات عن أشهر الأمراض الوراثية في السلطنة، دور المركز الوطني للصحة الوراثية في التعامل مع معضلة الأمراض الوراثية والخدمات المقدمة، التقنيات الحديثة اللي غيرت مفاهيم كثيرة في مجال الطب الوراثي الموجود معنا في السلطنة، كيف ممكن توصلوا للمركز، إيش الخدمات اللي ممكن تتلقوها، وهكذا. وبعد ذلك إن شاء الله راح نفتح باب للنقاش، وبيكون في كليب صغير كذا عن المركز للتعرفة العامة، وإن شاء الله نقدر نوصل في النهاية نوصل يعني المعلومة نوصلها بشكل إن شاء الله يكون أكثر دقة وأكثر وضوح. طيب، طبعا المركز اسم المركز الوطني للصحة الوراثية، ويعني احنا حقيقة نتميز، ما في مركز في الإقليم أو حتى في الوطن العربي بهذا الاسم. معظم المراكز يسمونها المركز الأبحاث الأمراض الوراثية، مركز الأمراض الوراثية وهكذا، لكن مصطلح الصحة الوراثية هذا ما موجود، وكنا احنا أول من أطلق هذا المصطلح على مركز خدمي في مجال الأمراض الوراثية، والقصد منه أنه يمشي تماهيا مع سياسة وزارة الصحة في الاهتمام بمفهوم الصحة الشامل. مفهوم الصحة لا يتوقف فقط عند التشخيص، وإنما يتعداه إلى ما بعد التشخيص من بيان طرق الوقاية، شرح ماهية انتقال المرض الوراثي، طبيعته، الأشخاص المعرضين له مستقبلا، وهكذا. كذلك يتطرق إلى مفهوم التعامل التأهيلي والعلاجي مع المصابين، والتعامل أو المساعدة المعنوية أو المادية حتى للأسر اللي عندهم أفراد مصابين. وبالتالي مفهوم الصحة الوراثية هذا هو الأساس اللي نبنى عليه، وهذا المنطلق اللي إن شاء الله راح يستمر عليه. بداية خلونا نعرف مفهوم الصحة كما بينته منظمة الصحة العالمية. مفهوم الصحة بشكل عام هو وضعية أو حالة اكتمال السلامة بدنيا وعقليا واجتماعيا، وليس فقط انعدام المرض. هذا هو مفهوم الصحة بشكل عام. تعريف منظمة الصحة العالمية للصحة الوراثية هو نفس ما سبق، وهي حالة من اكتمال السلامة بكل ما سبق، ولكن من الأمراض الوراثية وقائيا وعلاجيا واجتماعيا وثقافيا وكل ما يشمل هذه المنظومة. طيب، لازم نعرف علم الوراثة ما هو. علم الوراثة الطبية يعني مصطلح قديم، حصلت ثورة في عام 2003 بعد اكتشاف الجينوم البشري وقراءته كامل. اكتشاف الجينوم البشري حقيقة غير مفاهيم كثيرة في مجال الطب بشكل عام، كنا نعتقد ان في امور مسلمة فيها، اصبح الحين لا، بحاجة الى مراجعة، خصوصا بعد تبيان السلسلة الكاملة للجينوم البشري، وبعد تبيان مكونات المسببة أو الأعراض أو الأعطاب اللي تحصل في الجينات أو الكروموسومات اللي ما كان معروف من قبل، وارتباطها بالظاهر المرضي اللي سابقا كان لها تفسير مختلف. فببساطة، علم الوراثة هو ذلك العلم الذي يبحث في وراثة الصفات الخلقية بين الأجيال المتعاقبة، بين الآباء إلى الأبناء، وفي تطور وقوانين الوراثة المعروفة اللي دائما تتغير وتكون مرتبطة بالمخرجات الحديثة. الصفات الخلقية هذه توارثها يعتمد بشكل عام على انتقال الصبغيات، أو ما يسمى مصطلح علمي بالكروموسومات، اللي تحمل الصفات الوراثية عبر الجينات من الآباء إلى الأبناء. أنا دائما يعني في الجلسات اللي نعقدها مع المراجعين دائما أشوف في تشبيه، يعني دائما يكون أقرب للمراجع، كنت أشبه الكروموسوم بالمسبحة، فمن بعيد انت تشوف كروموسوم يعني جزئين، جزء جاي من الاب ونفس الجزء جاي من الام، ولما نقرب اكثر نشوف الحبات هذه مال المسبحه اللي هي الجينات. طبعا تختلف عدد الجينات في كل كروموسوم، اذا ابتديت من كروموسوم 1 الى كروموسوم 22 فحجم الكروموسوم يقل وعدد الجينات يختلف كذلك.
طيب نشوف مكونات الجسم البشري ونبدأ من البداية. طبعا الجسم الإنساني يتكون من تريليونات من الخلايا، يعني رقم لا حدود له. طبعا هذه الخلايا تتمايز عشان تكون الأنسجة اللي تقوم بالوظائف اللي الجسم يحتاج لها، وكل نسيج في موقعه يقوم بوظيفة مختلفة. طبعا الخلايا هذه تحتوي على نواة، النواة داخلها المادة الوراثية اللي هي نحن نسميها الدي ان اي، اللي فيها المكونات هذه كاملة. المادة الوراثية تتكون من 23 زوج من الكروموسومات. زوج بمعنى جزء جاي من الأب وجزء جاي من الأم. الكروموسوم اللي جاي من الأب يشابه الكروموسوم اللي جاي من الأم في صورة الجينات، لكن صورة الجين هنا شبيهة لصورة هذا الجين، بس أحيانا أو في معظم الأحيان يجب أن يشتغل أو يعمل الجينين مع بعض عشان يؤدوا الوظيفة، بس في بعض الأحيان لا، يكتفوا في الجين اللي جاي من الأب ويكتفوا في الجين اللي جاي من الأم. في زوج من هذه 23 احنا نسميه الكروموسوم الجنسي اللي يميز بين الذكر والأنثى، وطبعا هذا له يعني باب أو مدخل آخر. لما ننظر وحنا نقرب أكثر الأنسجة، ثم نقرب أكثر نشوف الخلايا، ثم نقرب نشوف النواة، ثم نقرب نشوف المادة الوراثية، ثم نقرب نشوف الكروموسومات، ونقرب أكثر نشوف الحبيبات هذه اللي داخل الكروموسومات اللي تسمى الجينات. الجين، كلمة جين ممكن تطلق عليها بروتين، لأن الجين مسؤوليته إن ينتج بروتين عشان يطلع برا الخلية ويؤدي الوظيفة. بهذا المجال هناك حاجة لبروتين يقوم بعملية هضم نوع معين من المخرجات المطلوبة. إذن احنا بحاجة لتواجد هذا البروتين. يتم الإشارة للجين، الجين يرسل الشفرة لصناعة البروتين خارج النواة، ثم يتم صناعة البروتين، ثم ينتقل إلى خارج الخلية، ثم يؤدي الوظيفة، وهكذا. أي مشكلة في الجين تحصل، معناته البروتين ما راح ينتج، وبالتالي يظهر المرض الوراثي أو المتلازمة الوراثية بناء على ذلك. الجينات هذه كل ما قربنا أكثر وشفنا من داخل نشوف مادة الدي ان اي اللي تكون على شكل السلسلة المكونة في النهاية للجينات. طيب إلى حد اللحظة هذه هناك 20 إلى 25 ألف جين محدد اللي تؤدي، اللي هي مهمة جدا في أداء الوظائف الحيوية. هذه 25 ألف تشكل فقط 1.2% من كل المادة الوراثية. يعني بقية المادة الوراثية ليس لها وظيفة، أو بمعنى أدق ليس لها وظيفة معروفة الآن. فواحد واثنين من عشرة فقط من هذه المادة الوراثية هي اللي تؤدي وظيفة في وظائف خلايا الإنسان بشكل عام. تكون هذه الجينات، أو احنا نسميها بالمصطلح اللغوي العربي المورثات، هي اللي تحمل الصفة الوراثية من الآباء إلى الأبناء إلى الأحفاد وهكذا. وكذلك الجين مسؤول في إنتاج البروتين، احنا مثل ما قلنا، اللي يؤدي الوظيفة الحيوية المطلوبة لكل خلايا وأعضاء جسم الإنسان. طيب ناخذ صورة مبسطة، نشوف من البداية النواة المادة الوراثية، ثم نقرب أكثر نشوف الكروموسوم اللي تكلمنا عنه اللي هو أحد أجزاء المادة الوراثية داخل النواة، ثم نقرب أكثر نشوف الدي ان اي أو السلسلة أو الشفرة الوراثية، ثم نقرب أكثر نشوف المكونات داخل الدي ان اي اللي هي الجين. فكل بروتين احنا نطلق عليه اسم الجين، وكل جين مسؤول عن إنتاج بروتين. كل وظيفة حيوية يصاب بها، أو كل مرض أو متلازمة وراثية يصاب بها الإنسان نتيجة عطب في الجين أو عطب في الأكبر من الجين الكروموسوم، يكون إن هذه الجزء ما قادر يؤدي وظيفته. فانعدام وظيفة الجين يعني انعدام البروتين يعني ظهور المرض. هذه هي السلسلة اللي الحين يتم العمل عليها من أجل تحديد الجينات المسؤولة لجميع الأمراض الوراثية أو حتى الأمراض بشكل عام، بما فيها الأمراض السرطانية طبعا. طيب انتقال الصفات الوراثية من جيل لآخر عن طريق، مثل ما قلنا، عن طريق هذه الجينات. وداخل الجينات هذه في قواعد أمينية احنا نسميها، كل ثلاث قواعد مع بعض تشكل يسموه حمض أميني، كل ثلاث يشكل حمض أميني. الجين لما ينتج البروتين، البروتين عبارة عن أحماض أمينية، بالتالي تطلق الإشارة من الجين يرسل شفرة خارج النواة، أنا أريد الحمض الأمين هذا يتواجد مباشرة ويتكون مع البروتين. فحمض أميني، حمض أميني، حمض أميني. طيب لمتى راح يستمر إنتاج الحمض الأميني كذا؟ سلسلة طويلة؟ لا،
في مرحلة معينة في البروتين يسموها ستوب أو الإيقاف، يعني أنا أريد البروتين من بدايته إلى نهايته. بنجي بعدين على موضوع الطفرة الوراثية. الطفرة الوراثية اللي تحصل إنه ممكن يحصل خلل في خلال السلسلة الطويلة هذه، اللي في النهاية ما راح يؤدي إلى إنتاج البروتين بشكل كامل. فالطفرة إما تكون في بداية البروتين أو في منتصف البروتين أو في آخر البروتين، هنا تختلف. لذلك نرى شدة أعراض لمتلازمة معينة مع شخص معين، ونرى أن الشدة هذه أخف لشخص آخر يحمل نفس المتلازمة. هنا المرجعية تكون أساساً لمكان الطفرة الوراثية اللي حصلت. نأخذ مثال السطر اللي فوق هذا بالأخضر، هذه القواعد الأمينية اللي موجودة في الشريط الدي ان ايه فينا كلنا، ثابتة مع كل البشر. اختلافات فردية ما تشكل يعني بوينت واحد من 100%. جميع البشر تشابهون بنسبة 99.9 من عشرة في السلسلة هذه، تمام؟ فنشوف القواعد، ثلاث قواعد أمينية تكون حمض أميني، كل ثلاث تكون حمض أميني، كل ثلاث وهكذا. والبروتين عبارة عن سلسلة، الحمض الأميني الأول والحمض الأميني الأخير. طيب نفس السلسلة هذه لو شايفين الحرف اللي هو الـ A في الجي A G صارت الطفرة. احنا عندنا القواعد أربعة A و T و C و G وهي مستمرة A T C G G C T A T H وهكذا. كل ثلاث منهن تكون حمض أميني، كل بروتين يتكون من مجموعة حماض أمينية. فحصلت طفرة ما غيرت القاعدة الأمينية من الـ A إلى الـ T، وبالتالي الحمض الأميني اللي شايفينه اللي هو جلوتامين اللي مختصر جلو اللي فوق، تغير الحمض الأميني إلى حمض أمين آخر اللي هو فالين في نفس البروتين. بالتالي تشكل لي بروتين مختلف وتشكل لي في النهاية حمض أميني مختلف. هذه الطفرة الوراثية الخاصة بمرض الأنيميا المنجلية أو ما يسمى بالسكل سيل أنيميا. السكل سيل أنيميا يحصل تغير في قاعدة أمينية واحدة غيرت في الحمض من حمض إلى آخر، بالتالي أدى إلى وجود بروتين لا يعمل بشكل طبيعي ونتجت منه مرض الأنيميا المنجلية اللي بنتكلم عنه بتفاصيل بعدين إن شاء الله. مثل ما قلت سابقا إن أهمية معرفة المكون الجيني للزوج وأهمية معرفة المكون الجيني للزوجة. إحنا نكتسب صورة من الكروموسوم، أي كروموسوم، صورة من الأب وصورة من الأم. في كل موقع داخل الكروموسوم هذه اللي هي فيه الجينات، نفس الصورة هي متشابهة متماثلة، اللي تجي من الأب هي نفسها جنبها على طول اللي تجي من الأم. في غالب الأحيان يجب أن تعمل الصورتين من الجينات هذول في غالب الأحيان كي يتم إنتاج الوظيفة والبروتين المسؤول. أحياناً في بعض الكروموسومات وبعض الوظائف يلزم أن يعمل الجين أو صورة الجين اللي جاي من الأب، وأحياناً يلزم أن يعمل صورة الجين اللي جاي من الأم. هذه توزيع الوظائف بالنسبة للجينات لدى الإنسان. طيب إحنا كل واحد فينا عنده مجموعة من الجينات المعطوبة، تقريباً من 6 إلى 10 جينات معطوبة، وهذه الجينات المعطوبة ما قادرة تأدي أو ما قادرة تأثر على الإنسان لو وجود صور أخرى سليمة تغطي عليها. طيب أهمية معرفة الجينات المعطوبة إن الناس اللي من نفس البيت أو من نفس القبيلة يحملون نفس البلوك مع الجينات المعطوبة هذه. فإذا التقت الجينات المعطوبة هذه اللي مسيطر عليها بالصورة الأخرى، مثل ما قلنا ترى في صورتين من الأب والأم، ما يحصل مشكلة. لكن إذا التقت بجينات معطوبة شبيهة، هناك ممكن ترتفع احتمالية إن يعني ينجب أطفال مصابين بمتلازمات خلقية أو وراثية معقدة. طيب الصفات الوراثية تنتقل من الأجيال بطريقتين، بس احنا عندنا حاجة اسمها الصفة المتنحية والصفة السائدة. تلقى أحيانا بعض الناس يعني سليم ظاهريا ما عنده أي مشكلة مرضية، وتزوج من واحدة ثانية سليمة ظاهريا ما عندها أي مشكلة مرضية، لكن أنجب الطفل مصاب بمرض وراثي. هناك عدة احتمالات لظهوره، يعني مثلا يقول لك أنا ما كان حد من أهلي عنده هذه المشكلة وهي كذلك، بالتالي كيف ظهر هذا الشيء؟ عدة احتمالات طبعا بنسب مختلفة. الغالبية الكبيرة
ان اثنينهم يحملون جين معطوب، سواء جاي من الاب عندهم او جاي من الام، من الاب والام للزوج او الاب والام للزوجه. لكن هذا الجين المعطوب احنا قلنا في صوره اخرى موجوده مسيطره، قادره تؤدي الوظيفه، بالتالي ما عندها اعراض. 51% تقريبا من مجمل الامراض الوراثيه في عمان من هذه النوعيه. 51% من مجمل الامراض الوراثيه في عمان من هذه النوعيه. يعني نحمل الجين المعطوب لكن لا تظهر علينا الاعراض، وبالتالي اذا ما تمكننا من اجراء الفحص والبحث عن هذا الجين المعطوب ممكن يتم التزاوج بين ناس مختلفه، ليس شرطا يكون اقارب. طبعا الاقارب احتماليه ان تلتقي الجينات المعطوبه اكثر، بس ليس شرطا يكون اقارب. طيب اذا الاسئله اللي بعدين، اذا تزوج شخص حامل للصفه الوراثيه هذه المعطوبه مع واحدة ثانيه حامله للصفه الوراثيه المعطوبه، هناك احتماليه 25% ان ينجب طفل مصاب، يعني واحد من كل اربعه. هذا يعني ان في كل حمل هناك 25% احتمال ان ينجب طفل مصاب. طيب احيانا قد ينجب 5 أطفال سليمين ويجي عند الطفل الخامس يكون مصاب، واحيانا قد ينجب 5 أطفال متتاليين مصابين، فالاحتمالية تظل موجودة. طبعا هذا يعتمد على نوعية الجين المعطوب وقدرته على الاختراق احنا نسميه. طيب هذه الصفة المتنحية. الصفة السائدة ان عشان يظهر المرض لابد ان يعني يكفي ان يكون الجين جاي من الاب او من الام، لا يشترط ان اثنينهم يكونوا حاملين له. اللي يميز الصفة السائدة ان قد نحمل الصفة المعطوبة احنا كاب او كزوجة، قد نحمل الصفة المعطوبة لكن ما عندنا المرض، لان الجين السائد هذا يمر بمراحل مع الاجيال يقوى اكثر في الظهور. الجين المعطوب يقوى 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 الى ان يصل الى الابناء فيظهر المرض. ولذلك احيانا يعني يقول انت جاي من الاب وجاي من الام، يقول لك طيب انا اكتشفتوا اني جاي مني انا كاب او انا كام، لكن انا ما عندي مشكله، بينما ابني عنده. قوه اختراق هذا الجين لدى الاب والام اقل من الطفل نفسه، هذه تشكل نسبه اقل من 51%. طبعا في اشياء تحصل يسموها الطفرات الجنينيه، اي اثناء تخلق الجنين نفسه، يعني ما يكون الاب حامل لشيء وما تكون الام حامله لشيء، اوكي، او ما يطلق عليه علميا بدينوفا ميوتيشنز او طفرات اللي هي فجائيه نتيجه ظروف مختلفه. في عندي امراض مرتبطه بجنس المورث، يعني احنا قلنا انك في كروموسوم او زوج من كروموسومات الجنسي اللي يميز الذكر من الانثى. هذه الكروموسومات احيانا تكون مسؤوله عن توارث امراض وراثيه محدده. وطبعا احنا نعرف ان الانثى عندها اكس اكس مثل ما عرفنا في الثانويه لو تذكروا، واكس واي بالنسبه للذكر. الواي ما يحمل جينات يورثها، لا، الاكس هو اللي يحمل الصفات الوراثيه. بما ان الانثى عندها اكس اكس فغالبه الامراض هذه بتكون عندها هي حامله لها، حامله في غالب. طبعا في امراض سائده بتكون هي مصابه، لكن غالبا الانثى تكون حامله. بما ان الذكر عنده اكس وحده فقط فاذا استلم الجين المعطوب يظهر عليه المرض. طبعا مثال على ذلك كثير، اهمها مرض نزيف الدم، ومن ضمن الامراض اللي نفحص عليها قبل الزواج اللي هو مرض نقص الخميره او ما يسمى بمرض الفولي. طيب ارجع بس لحظه شوي لورا لما تكلمنا عن موضوع الجينات المعطوبه هذه اللي تستمر من جيل الى جيل من جيل الى جيل، مثل البلوك في احد الكروموسومات او متقسمه مع بعض، تلقاها كذا تمشي من جيل لجيل من جيل لجيل، وكل واحد فينا عنده بلوك من هذه الجينات المعطوبه. طبعا هذه عمليه الاختيار او الانتقاء الافضل او اللي يسموه ناتشرال سيلكشن او البقاء الافضل، يعني من الاف السنين وهي ماشيه. هذه الجينات المعطوبة لا تشكل مشكلة لأن في جزء آخر يسيطر عليها ويؤدي الوظيفة، لكن الجينات المعطوبة هذه دائما تكون متشابهة في الأقارب، بالتالي التقاء الأقارب راح يرفع نسبة الإصابة أو احتمالية ولادة الطفل المصاب. في دراسة عملت هنا في عمان عام 2013 ووجد أن نسبة الزواج من الأقارب من الدرجة الأولى تشكل 24%، بالنسبة للدرجة الثانية 11.8%، أو بالنسبة من نفس القبيلة 20.4%. طبعا هذه نسب جدا عالية مقارنة بالواقع المحيط. احنا عادة احتمال أن يولد طفل في عمان هنا، احتمال أن يولد طفل مصاب بأحد العيوب الخلقية أو الأمراض الوراثية من أصغرها إلى أكبرها
توصل لحد 7%، وعلى مستوى العالم كانت سابقا 5%، لكن مؤخرا طبعا في آخر تقرير لمنظمة الصحة العالمية قارب وصل لحد 6، يعني قارب على مستوانا احنا. الأمراض الوراثية في زواج الأقارب يرتفع إلى 4%، أما في زواج الأباعد عفوا 4 إلى 4.5، أما في زواج الأباعد من 2 إلى 3. فشايفين الفرق يعني هو مش كثير، لكن الاحتمالية في الأقارب أكثر، لأن الأمراض المتنحية اللي تكلمنا عنها موجودة عند كل الناس، ما شرط تكون أقارب. يعني واحد يحمل طفرة وراثية يتزوج من وحدة تحمل طفرة وراثية، ما شرط تكون قريبته، ولكن طبيعي لما تكون قريبته وهو يكون قريبها احتمالية تشابه هذه الطفرات وارد وأكثر. طبعا في من ضمن يعني صفات يعني الأقارب إنهم يشتركوا في مجموعة جينات دائما، مع الواحد يشترك مع أعمامه ومع أخواله، يشترك مع عماته وخالاته، مع الأب والأم، مع أخوانه في نسب كبيرة من هذه. أحيانا زواج الأقارب يكون مفضل في بعض الصفات الخلقية اللي تكون في عوائل معينة. هذه الصفات الخلقية دائما تكون تتميز بعائلة معينة، يعني يعني حسن المظهر مثلا، أو الجمال، أو العقل، أو الذكاء، عفوا الذكاء الشديد، أو البناء الجسمي، في صفات خلقية جميلة. هذه ممكن تكون زواج الأقارب يعني هو المهم في نقلها أو الحفاظ عليها، بس لا يجب المراهنة على هذا الشيء، لأن جيل ورا جيل الجينات المعطوبة راح تأخذ قوة أكثر، لأن وجودها مع الأجيال المتعاقبة راح يكون أكثر، بالتالي ظهور المرض الوراثي راح يكون أكثر. طيب طبعا مثل ما تكلمنا شوي عن احتمالية انتقال بين زواج الأقارب، خلينا نشوف مثال لشجرة عائلية وكيف ممكن الأمراض المتنحية أن يحمل الشخص الصفة المرضية لكن لا تظهر عليه الأعراض. كيف ممكن هذه الصفة المتنحية في النهاية تنجب أطفال مصابين؟ هذا بوينتر؟ It's okay. شايفين لو باللون الأحمر، الصفة المعطوبة هي باللون الأحمر، وبدت من عائلة فوق. فهذا الجيل الأم كانت تحمل صفة معطوبة والأب ما كان يحمل صفة معطوبة، وثنينتهم طبعا ما تظهر عليهم الأعراض. بعد الزواج أنجبوا ابن وابنه، الابنة والابن أخذوا الجين المعطوب باحتماليات جدا عادية من الأم، لكن لوجود جين سليم غطى على هذا الشيء وما عندهم أي مشكلة مرضية ظاهريا. الابنة تزوجت من واحد والابن تزوج من وحدة ما يحملوا أي صفات وراثية، يعني ظاهريا سليمين وتركيبهم الجين سليم، لكن بما أن الأم في الجيل الثاني تحمل الصفة المعطوبة ورثتها لبنتها، وبما أن الأب يحمل الصفة المعطوبة ورثتها من طيب. طبعا الابن اللي هنا هذا ممكن يتزوج أي وحدة وممكن تكون حاملة لنفس الجيل المعطوب، لكن احتمالية أن يتزوج من قريبته وتحمل الجين المعطوب أكبر. يعني لو قسمناها بالنسب قد يكون يعني 70 إلى 75% إن قريبته قد تحمل نفس الصفة المعطوبة اللي عنده، بينما 25 إلى 30% لو تزوج بأخرى، طبعا هذا ينطبع على الجنسين، لو تزوج بأخرى قد تحمل الصفة وبالتالي لقارب أكثر. فلما تزوج الابن هذا بقريبته، لو تلاحظوا السلسلة في شجرة العائلة هنا، لما تزوج بقريبته احتمالية التقاء الجينات المعطوبة كانت أكثر، بالتالي أدى إلى نسبة 25%. شكرا. يعني هذا يعني هذه الاحتمال إن يجيهم طفل مصاب 25%، تمام؟ فأول طفل كان مصاب، هذه 25% برزت. ثاني طفل كان مصاب، 25% أكبر من 75 صارت. بعدين جاهم طفل سليم، هذه بنسبة 25 سليم، لأن 50 يكون حامل، والحامل طبعا مثل السليم ما عنده مشكلة. بالتالي موضوع تكرار ولادة أطفال مصابين في الأمراض المتنحية مستمرة، فحكاية 25% تعني أن في كل حمل هناك احتمالية. طيب نأخذ نظر سريعة بس على الإحصائيات اللي معانا. هذه بالنسبة للأمراض الوراثية. الأمراض الخلل الكروموسومي تشكل تقريبا 28%. الخلل الكروموسومي يعني زيادة في عدد الكروموسومات مثل متلازمة داون، أو نقصان في عدد الكروموسومات مثل متلازمة تيرنر، أو يكون
الخلل تركيبي، يعني غياب أجزاء من الكروموسومات صغيرة أو كبيرة. الاحتمال الآخر اللي يسموها الأمراض الوراثية ذات الصفر المترحية اللي تكلمنا عنها، الأمراض الوراثية مثل أمراض الدم الوراثية، الثلاسيميا، الأنيميا المنقلية، وبعض أمراض العمليات الخاصة بالأنزيمات والهضم وغيرها، هاي تشكل 51%، أكثر من نصف. هذا التارجت أو الهدف الرئيسي اللي احنا نستهدفه في التوسع في برنامج الفحص قبل الزواج، لأنها أولا تشكل نسبة كبيرة، ثاني شيء أشخاص ما عندهم ظاهر مرضي ويحملون الجين المعطوب، بالتالي هم الهدف في إجراء الفحص قبل الزواج في المراحل المستقبلية المقدمة إن شاء الله. طبعا في 21% اللي هي ما يسمى بأمراض الاستغلاب، أمراض الاستغلاب اللي هي الخاصة بالإنزيمات اللازمة لعملية الهضم وعملية البناء بشكل عام. طيب بالنسبة لأمراض الدم الوراثية، احنا عندنا أمراض الدم الوراثية ثلاثة، مرض الثلاسيميا ومرض الأنيميا المنقلية ومرض نقص الخميرة. هذه الثلاسيميا أشدها، لأن المصاب بالثلاسيميا طبعا يحتاج إلى نقل دم شهري لأن يحصل معاهم تكسر في الدم. بالنسبة للأنيميا المنقلية يمر أحيانا بأزمات، وهذه الأزمات قد تستوجب أنه طبعا يدخل المستشفى وقد يحتاج إلى نقل دم أو حتى أحيانا إلى عملية تبديل للدم إذا كان نسبة الأنيميا المنقلية أكبر. الخلل يكون في إنتاج الهيموغلوبين المادة الرئيسية في الدم، فإذا كان خلل نوعي يعني بمعنى آخر الطفرة اللي تكلم عنها سابقا يصاب الشخص بأنيميا منقلية، وإذا كان خلل كمي إن كمية السلاسل المطلوبة أقل هاي ثلاسيميا. أما مرض نقص الخميرة والفولي فإحنا نقول عليه إنه يكاد يكون مرض، لأن في عمان النوعية نوعية الجينات المسؤولة، لأن تقريبا لها 400 جين هذا نقص الخميرة، نوعية الجينات المسؤولة أخف، ومع ذلك دائما في الأسابيع الأولى من الولادة للطفل الذكر اللي اكتسبها من أحد من أبويه ممكن يحصل له تكسر حاد في الدم اللي تظهر على شكل الصفر هاي اللي بعد الولادة، مما يستلزم عمليات ربما حتى يكون عملية تبديل الدم إذا كان نسبة عالية معه. فمثل ما احنا شايفين بالنسبة لنقص الخميرة في الذكور يصل إلى 28%، وبالنسبة للإناث يصل إلى 12%. الثلاسيميا نوعين، في عندي ألفا وبيتا، البيتا هي المهمة، البيتا هي المشكلة، هذه اللي يتنوم فيها الطفل شهريا ويأخذ نقل دم. أما الألفا ما يعني لحد الحين في عمان ما شكلتنا أي مشكلة ولا حتى تشكلنا أي أهمية. فالبيتا ثلاسيميا بشكل عام أنا عندي احتمالية من 1000 ولادة حية في عمان، 1000 ولادة حية 3.4 إلى 5.7 احتمالية من كل 1000 ولادة حية يولد طفل مصاب بأحد هذه الأمراض. في عمان في تقريبا 10% من العمانيين يحملون جينات الأنيميا المنقلية، يحملون جينات الأنيميا المنقلية ويحملون يعني إيش؟ ما تظهر عليهم الأعراض. وفي تقريبا 3% يحملون جينات البيتا ثلاسيميا. بالتالي لو جمعنا النسبة هذه كلها نجد أن 60% من العمانيين عندهم جين من جينات أمراض الدم الوراثية الثلاثة المختلفة. بالنسبة للخلل الكروموسومي في متلازمة جدا مشهورة وجدا كثيرة واللي يسموها متلازمة داون. متلازمة داون يكون في كروموسوم زائد في الموقع 21، أنا عندي الزوج 21، زوج بمعنى كروموسوم صورة من الأب وصورة من الأم، في كروموسوم زائد معهم ثلاثة، فبالتالي صار الكروموسومات من 46 صارت 47. كروموسوم زائد يعني جرعة أخرى من الجينات زيادة، والجرعة هذه موجودة في جميع الخلايا وبالتالي لازم تأدي تعمل ربكة، لأن هذه الجرعة غير مطلوبة وجرعة زائدة ومنفرة. هنا راح تنتج السلبيات المعروفة عن متلازمة داون بتفاصيل مختلفة. طبعا الفكرة تنطبق على عدة متلازمات، في عندي متلازمات كثيرة يكون فيها كروموسومات زائدة أو ناقصة. طبعا بشكل عام متلازمة داون ارتبطت دائما بعمر الأم، بس اللي اكتشفناه مؤخرا إن في يعني أمهات بعمر 18 وعمر 20 وعندهم أطفال مصابين بمتلازمة داون، فقضية العمر ترجح لكنها ليست الفيصل، ليست العامل الرئيسي. طيب كان في نقاش عن فحوصات قبل الزواج في عمان. فحوصات قبل الزواج في عمان في المرحلة الحالية تشمل فقط أمراض الدم الوراثية الثلاثة اللي تكلمنا عنها. لماذا؟
لشيوعها لأنها أكثر شيء 60% تقريبا. بالتالي أكثر الأمراض الأكثر شيوعا لما نمشي بقاعدة بناء السياسات على الإحصائيات وتوفير الإمكانيات والاستخدام الأمثل أو الرشيد لهذه الإمكانيات للحصول على نتائج أفضل، هذه دائرة وزارة الصحة، بنفكر أول شيء في الأكثر شيوعا اللي هي أمراض الدم الوراثية. طبعا فحص قبل الزواج في طور أنه يتوسع الحين عشان يشمل الأمراض اللي احنا نسميها أمراض الخلل الجيني الواحد، اللي هي نفس فكرة أمراض الدم، يحمل الطفرة الوراثية لكن لا تظهر عليه الأعراض، أو هي تحمل الطفرة الوراثية لكن لا تظهر عليه الأعراض. فالوضع الحالي أمراض الدم الوراثية، وإن شاء الله مستقبلا على أمل أن يتوسع ليشمل أمراض أخرى، وهذا دور المركز في هذا المجال. طبعا فحص قبل الزواج ما نعني به فقط الذهاب وأخذ عين الدم، لا، هذا جزء. أهم شيء يكون فيه استشارة وراثية، يعني مثلا واحد مقدم على الزواج لكن يذكر أو سمع أو شاف حتى حد من أهله أو أهل أبوه أو أهل أمه في عندهم مشكلة وراثية، تشوهات خلقية، إعاقة حركية، إعاقة بصرية، يروح يستفسر. فلما يستفسر عن الطبيب المختص، الطبيب المختص حتى لو ما كان في أوراق، حتى لو الحالة هذه اللي يوصفها حالة يعني مش موجودة على قيد الحياة، لكن راح يرسم حاجة يسموها شجرة العائلة، وعن طريق شجرة العائلة يقدر يعرف الطبيب المختص نوعية هذا المرض وكيفية توارثه وش الخدمة اللي ممكن يقدمها لهذا الشخص لبيان ما إذا كان يحمل الصفة الوراثية أم لا. نفس الشيء ينطبق طبعا على الأخرى. فوجود مرض وراثي في العائلة يستدعي القيام للحصول على هذه الإشارة أو الإرشاد عفوا. طبعا أما في حالة أنهم أحد الزوجين يحملون مرض وراثي سواء ظاهر عرضيا أو عرفوا عن طريق فحص، يجب عليهم الذهاب لأخذ الاستشارة. أحيانا في خلل كروموسومي معين احنا نسميه انتقالي متوازن، يعني ينتقل جزء من كروموسوم هنا يروح على كروموسوم آخر عند الأب والأم، بس غالبا عند الأم في الحالة هذه. فانتقال يعني تخيلوا معي المسبحة، تخيلوا المسبحة خضنا يعني قطعنا عند الخيط، ما قطعنا عند الحبة الصغير هذه، لا قطعنا عند الخيط وخذناها وحطيناها في مكان آخر، وجبنا هذاك المكان آخر وحطينا مكان هذا، فما في أي مشكلة، ما في أي ظاهرة مرضية، الجينات سليمة لم يتم قطعها، تؤدي وظائفها بشكل سليم، صحيح موقعها في مكان آخر لكن تؤدي وظائفها بشكل سليم. لما يتم عملية الإنجاب طبعا الأب يعطي نصف كروموسوماته صح، والأم تعطي نصف كروموسوماته، هذه القاعدة، ما معقول الأب يعطي كل كروموسوماته والأم كذلك، وبالتالي بيجيك طفل عملاق صحيح، فلازم أعطي النصف والأم تعطي النصف. طيب طالما في زوجين من الكروموسومات، زوجين اثنين عند كل واحد عند الأب، فهنا يأتي موعد انقسام الخلية الجنسية إلى النصف، وعشان تنقسم الخلية سواء في الذكر أو الأنثى يجب أن يتم فصل الكروموسومات صح. تخيل معي دائرة اسمها النواة والكروموسومات متوزعة كذا من فوق إلى تحت، فيتم فصل الكروموسومات هذه تروح على كل جانب، ثم يتم قص الخلية، فبالتالي هنا عندي نصف الكروموسومات وهنا عندي نصف الكروموسومات صحيح؟ طيب الكروموسومات هذول عشرة من سنوات مع بعض تمام؟ إلى أن يعني يتم مرحلة الزواج وإلى آخره، ومو سهل عليهم يتفارقوا، صعبة جدا. فقبل اللي يتفارقوا إيش سووا؟ يلا مع سلامة يعني لك إيه، ويتبادلوا الأحضان صح؟ فيقول لي أعطيني ذكرى من عندك، ويرد عليه يقول لي أعطيني ذكرى من عندك. فعملية التبادل هذه اللي هي مع السلامة والأحضان، كل واحد يأخذ جزء من الثاني، كل صورة كروموسوم تأخذ جزء من الصورة الأخرى وتعطيه، وهكذا ويتم الفصل. لذلك الفرد فينا أحيانا يحمل صفات من جده أو من جدته اللي هي بعيدة، نتيجة أن القطعة هذه أثناء التبادل كانت تمشي 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 لحد ما وصلت عنده. فقبل فصل الكروموسومات يتم تبادل الصفات الوراثية. طيب الأم اللي عندها انتقال كروموسومي أساساً اللي تكلمت عنه، جزء راح هنا وجزء راح هنا، أحياناً الأم هذه يحصل لها إسقاط متكرر أو إجهاض يصل إلى 7 مرات أو 9 مرات. السبب يكون إن عندها انتقال كروموسومي متزن
لكن لما جاءت عملية انها تنفصل خلاياها عشان تعطي النصف، هنا فشلت العملية، لان مبناية على خطأ. انا لما بنفصل انا ككروموسوم رقم 7 مثلا، بنفصل الجزء هذا انا مالي علاقة فيه، هذا جزء جاني من بعيد، الجزء اللي مالي انا راح مكان اخر، بالتالي لما اجي انفصل ما انفصل كسبعة كرقم 7، انفصل كرقم 7 ناقص جزء. ولما راح الجزء هذا مال 7 راح ل 14 ينفصل مش ك 14، لا ينفصل ك 14 ناقص الجزء هذا. بالتالي الجزء اللي اعطت الام لتكوين الجنين في مشكله، لما تيجي الشفره يبدا ينمو الجنين، تحصل له تشوهات خلقيه حاده تصبح غير قابله للحياه، فيحدث ايش؟ الاجهاض المتكرر. طبعا هي لها حلول من ناحيه تدخل علاجي، فهذه احد الاسباب اللي ممكن تخلي الواحد يروح للاستشاري الوراثي على اساس يستفسر منه اكثر ايش ممكن يحصل، ايش الخيارات الموجوده لتجنب هذا الشيء. طبعا في بعض الامراض الاورام عفوا لها علاقه وراثيه، تقريبا 10% 10% من مجمل الامراض السرطانيه لها مسببات جينيه بحته، والبقيه لا، البقيه تغذيه والى اخره. احيانا قد نتعرض احنا لظروف خارجيه، اكل، اشعاع، تلوث، ممكن يؤدي الى طفره وراثيه تؤدي الى حدوث السرطان. كل يوم كل يوم وفي كل خليه ما يقرب من 6000 تقريبا او اكثر، اذا ما خانتني الذاكره، 6000 خطا في عمليه تجديد الدي ان اي للخليه. الخليه تجدد الدي ان اي بشكل دائم، الخليه تجدد الدي ان اي بشكل دائم. احيانا يحصل ما يسمى بخطا في هذا الدي ان اي، خطا، الخطا كل خطا كفيل ان يؤدي الى حدوث مرض سرطاني، كل خطا. اذا 600 او 6000 خطا لكل خليه في كل يوم، هذا الروتين. في جينات مسؤوله عن تصحيح هذا الجين، عن تصحيح هذا الدي ان اي، عملية متواصلة، حصل خطأ هنا يتم تعديله تواصل، حصل خطأ يتم تعديله تواصل، وهكذا وهكذا وهكذا. فكل خلية في جسمنا معرضة أن يحصل لها تغير سرطاني في كل يوم أكثر عن 600 إلى 6000 مرة. بالتالي في عوامل خارجية ممكن تأثر على هذا الشيء تؤدي إلى حدوث الطفرة، من ثم تؤدي إلى حدوث السرطان. هذه لا تورث، لكن اللي يورث لما يكون هذا التغير وين؟ في الخلايا الجنسية اللي كونت الجنين. على سبيل المثال عندنا أمراض سرطان الثدي وعندنا أمراض سرطان القولون، هذه من الأمراض اللي ممكن تورث من جيل إلى آخر. طيب إيش اللي توفر معانا؟ طبعا بعد الاستشارة إذا أحيانا طبعا مش كل الإمكانيات متوفرة عندنا، لكن طبعا نسعى إن شاء الله أن يكون كل الإمكانيات موجودة. التشخيص الدقيق بتحديد الجين المعطوب إذا كان في سبب وراثي، هذه جدا مهمة. من ثم طبعا يتم عملية الإرشاد الوراثي كاملة بما فيها مناقشة أنواع الفحوصات المتوفرة، ثم المعلومات المتوفرة عن هذه الصفة الوراثية كيف تورث وإلى آخره للمتلقي، وبعدين طبعا بيان السلبيات المتوقعة أو الأعضاء في جسم الإنسان اللي ممكن تتأثر بهذه الطفرة، ومثل ما قلنا احتماليات ونسب ولادة الأطفال المصابين. في خيارات أخرى للإنجاب، لإنجاب أطفال سليمين. طبعا الخيارات هذه مو سهلة، يعني هي خيارات معقدة جدا، وفي عدة تقنيات ونسب النجاح فيها بين 30 إلى 35% لا تتعدى ذلك، لكن الخيار موجود. وطبعا في جلسات الإرشاد الوراثي يتم تخصيص وقت جدا كافي للإجابة على جميع الاستفسارات. بسرعة كذا تكلمت عن الأنيميا المنجلية، هي أحد أمراض الدم الوراثي اللي يشمل الفحص قبل الزواج. إن الخلية الحمراء احنا عارفة قرصية الشكل، والخليه الحمراء تتنقل في كل جسم الانسان لانها تحمل ايش؟ تحمل الاكسجين وتحمل الغذاء وكل ما يتعلق بهذا المسار. الخليه هذه تجي على شعيرات صغيره، فعندها من المرونه الكافيه ان تدخل هذه الشعيرات وتوصل المطلوب منها. اذا حصل خلل في السلسله الامينيه مثل ما ذكرنا سابقا، يؤدي الى ان الخليه هذه تتحول الى شكل المنجل او المجز اللي يعرفه الهلالي. بالتالي لما تجي عند الأماكن الضيقة تزيد لزوجتها فما تعبر، الدم ما يوصل لأطراف الجسم بالذات العظام، هنا تحصل نوبات الألم المعروف عنها
اللي يسمونه الكرايسيس بالنسبه للاشخاص المصابين من الم جلية. فطبعا يروح المستشفى، يعطى احيانا سوائل بالسقايات المكثفه، ثم قد يحصل ان اذا ارتفعت نسبه الانيميا المنجليه قد يستلزم عمليه تبديل دم. طبعا يجب عدم التهاون بموضوع الانيميا المنجليه لانه قد تؤدي الى الوفاه. في برنامج علاجي متكامل موجود في وزاره الصحه في جميع المؤسسات، طبعا هذا جدا ناجح، يخفف الاعراض ويقلل عدد مرات الازمات قدر الامكان. فشايفين المنظر هنا، يعني بالنسبه لهذا الطبيعي الخلايا تمر هنا تتحول هلاليه فما تمر فما يوصل الدم. مثال على الخلايا المنجليه، شايفين شكلها كيف؟ كذا يكون شكلها مقارنه بالخليه الطبيعيه. طبعا هذا الموقع اللي تكلمنا عنه، الطفره اللي ادت الانيميا المنجليه هذه الطفره. الحمض الاميني هذا شايفينه؟ هذه السلسله مالته الجي اي جي تغيرت الى جي تي جي. فقط قاعده واحده تغيرت. قاعده واحده تغيرت ادت الى حمض اميني اخر، خلى الخلايا الحمراء بذاك الشكل. مرض نقص الخمير انا ما اريد اطول فيه لانه بصراحه مو مشكله، لكن عاده الطفل الذكر لام حامله او اب مصاب يعني يجب الاهتمام في اول اسبوع بعد الولاده، يجب الانتباه لحدوث الصفره هذه اللي تحصل عند الاطفال. طبعا هي ممكن تحصل لكل الاطفال، لكن الصفر للاشخاص اللي بهذا التاريخ لا، يجب ان يتم مراقبتهم، تزويد الرضاعه لهم احيانا كذا نوصي الام على اساس السوائل هذه ممكن تخفف من حده هذه الازمه، او بس يكونوا تحت الملاحظه، لان اذا ارتفعت نسبه الصفار عندهم وكانوا بعيد عن الرعايه الطبيه ممكن يؤدي الى ترسب الماده الصفراء في المخ، بالتالي ممكن يحصل اعاقه دائمه، اعاقه يعني عقليه دائمه. هذا شكل الجين، ومثل ما قلنا هناك 400 جين موجوده مسبب لهذا المرض. وظيفه الانزيم هذا لو الخميره احنا نسميها الخميره، وظيفتها الخميرة هذه تحافظ على شكل الخلية الحمراء. أحيانا نتعرض الحين لظروف كثير، نتعرض لجفاف في الصوم في الصيف جايينكم طبعا، فنتعرض لجفاف شديد، ونتعرض أحيانا لالتهابات بكتيرية حادة، ونتعرض أحيانا لارتفاع يعني بعض نادرا طبعا اللي يروحوا للمرتفعات العالية. هذا راح يؤدي إلى أن الخلية ممكن ما تتحمل، فالإنزيم هنا يحاول يحافظ على الخلية هذه في الظروف. غياب هذا الإنزيم راح يؤدي إلى تكسر الخلية. هذه ببساطة ما يسمى المرض الفولي. سريعا مثل ما انتم شايفين هذه الكروموسومات الطبيعية للرجل، وهنا الكروموسومات بالنسبة للأنثى، تمام؟ لو تشوفوا لو نبدأ من فوق من 1 إلى 22 تصغر في الحجم، بالتالي عدد الجينات يكون أقل فأقل. تكلمنا عن متلازمة داون. متلازمة داون شايفين هنا المفروض يكون في زوج من الكروموسومات، فهنا في الحالة هذه الحالة المصابة هذه عندي 3 نسخ من الكروموسومات. متلازمة داون من أكثر الأمراض المسببة الكروموسومية المسببة للإعاقة الذهنية على مستوى العالم وفي عمان. عدد حالات متلازمة داون في عمان يزيد بشكل كثير، أسباب غير مفهومة، إنما مرجعها مثل ما قلت سابقا ان الام لازم تنفصل الكروموسومات عشان تعطي النصف والنصف، الاب كذلك. بالذات عند الام عشان الكروموسومات هذه تنفصل، ما تنفصل من نوعها، لا من 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 يعني بشكلها المباشر، لا لازم في بروتينات تمد خيوط كذا وتمسك في الكروموسومات وتفصلها. احيانا يحصل ايش؟ ان هذه العمليه تكون لدى الام او البروتينات المسؤوله عن هذه العمليه تكون ضعيفه، وبالتالي وبالذات الموقع 21، فلما يتم فصل الكروموسوم هذا ما تنجح العملية هذه، فالأم بدل ما تعطي نسخة واحدة من كروموسوم 21 تعطي نسختين، وتجي مع عند الأب اللي هي النسخة اللي عنده، صح؟ فيصبح 3. في ناس فسروا هذا الشيء بطريقتين. طبعا العلم الحديث بين ان في مجموعة من الجينات مسؤولة عن ضعف هذه البروتينات، يعني اذا حددنا اذا قدرنا نحدد الجينات هذه عند الام نقولها انت معرضه ان تنجبي طفل مصاب بمتلازمه داون، بالتالي الحل في التقنيات الاخرى اللي هي يعني يحتاج الى شرح كثير. هذه اهميه معرفه هذه الجينات. تكلمنا عن الانتقال المتزن لو تذكروا، يعني جزء انتقل لجزء تم عمليه تبادل نفس الحجم، شايفين ما حصلت مشكله، لكن تحصل المشكله متى؟ لما ينجب هذا الشخص.
طبعا انا اعطيت مثال عن الطفل الوراثي اللي هو تغير القواعد الامينيه لو تذكروا التي الاي اللي تغيرت لتي، هذه هي نفس الفكره. هذا راح يؤدي الى خلل في التركيب الموروثي وخلل في انتاج البروتين وبالتالي المرض الوراثي نفسه. ناخذ مثال سريعا كذا، هذه المورث الاصليه، هذا السلسله الاصليه صح طبيعيه، حصلت ايش؟ تفرض ضياع اي فقدان، فهذه المورثه اللي تنتج من هذا الشيء فقدان هذه الجي والسي فقدت، بالتالي انتج لي بروتين مختلف، شدته ايش، طبيعته ايش، السلبيات ايش، هذه قضيه اخرى. نوع اخر من الطفره ما يسمى بطفره اضافيه، يعني اضيفت قواعد اخرى للطفره فغيرت، عفوا للسلسله فغيرت البروتين نوع اخر. وفي طفره استبدال اللي كانت مسببه الانيميا المنجليه مثل ما ذكرنا، استبدلت قاعده امينيه باخرى. مثال برضو على الجين اللي ممكن يكون، هذه المكونات الاساسيه للجين نفسه، وهنا موقع الطفرات. اهميه معرفه موقع الطفرات عشان نعرف بدايه اللي قلت انا شده الاعراض لمتلازمه معينه عند شخص اكثر بكثير عن شده الاعراض لنفس المتلازمه لشخص اخر. موقع الطفره جدا مهم في هذه الحاله. طبعا المركز الوطني للصحه الوراثيه انشئ على يعني بهدف انه يتطور مع الوقت في الخدمات بنفس الآلية اللي ماشي فيها وزارة الصحة، اللي هي احتياجات ملحة، إحصائيات دقيقة، استخدام رشيد الإمكانيات لتحقيق نتائج أفضل ومستدامة. فحاليا إن شاء الله راح نتوسع في فحص قبل الزواج بفضل الله، جاتنا يعني آخر ما توصل له أجهزة تحليل الدي إن إيه، عندنا الحين تحليل الجيل ما يسمى بالجيل الثالث اللي ممكن يعني يغطي تقريبا 85% من مجمل الأمراض الوراثية المعروفة تشخيصيا. طبعا برايكم بعدين ان شاء الله كليب بسيط كذا عشان المركز، بس سريعا كذا. طبعا العيادات عندنا عيادات تخصصيه حاليا موجوده وقاعده تتوسع، عندنا عياده التشوهات الخلقيه، عندنا عياده متلازمه داون، عندنا عياده الارشاد الوراثي، عندنا عياده امراض الاستقلاب او عمليات الايض او ما يسمى احيانا يكون مثل الامراض العضلات، يعني سواء تاكل العضلات او ضعف العضلات الوراثي. مستقبلا راح يكون معنا ان شاء الله عياده متخصصه في امراض القلب ذات المسببات الوراثيه، وراح يكون ان شاء الله عندنا مستقبلا عياده اكثر توسعا في مجال امراض الاعصاب او الامراض العصبيه اللي لها مسببات وراثيه. وفي خلال السنه القادمه ان شاء الله راح ناسس او ندشن عياده الامراض السرطانيه ذات المسببات الوراثيه في العوائل بالذات. في عندنا قناه موجوده في اليوتيوب، القناه هذه نحط فيها كل سواء للبروفيشنالز او للدكاتره او الاطباء يعني محاضرات، وحتى للببليك يعني للفعاليات المجتمعيه الكثيره تكون موجوده. فاي نشر حديث في هذا المجال راح تحصلوه ان شاء الله في القناه، مجرد انكم تكتبوا مركز الوطني للصحه الوراثيه، واذا اشتركتوا فيها بيجيكم كل ابديت فيها ان شاء الله. الحين بس لو سمحتوا لي بس اعرض كليب بسيط عن المركز. ثالثا وهذا مهم جدا، هناك الطب الوراثي
المجتمعي وهو توعية ليس فقط للعاملين الصحيين فيما يتعلق بالطب الوراثي وإنما أيضا توعية الأهالي المصابين بهذه الأمراض والمجتمع. تقنية الميكروآريا الحديثة والتي تقوم بتحليل مجموعة الكروموسومات بشكل أشمل وأكثر دقة لتحديد أي خلل تركيبي فيها وتحديد الجينات الموجودة في الكروموسوم لبيان سبب ظهور المرض الوراثي. قسم التعليم والإرشاد الوراثي يقوم بدور حيوي في تنظيم خدمات الصحة الوراثية عبر عملية التعليم المستمر حول المستجدات الحديثة في مجال الصحة الوراثية للكادر الطبي والتثقيف والتوعية للمجتمع من خلال عقد مجموعة من ورش العمل والندوات والدورات التدريبية حول أخلاقيات ومبادئ علم الوراثة وتدريب المرشدين الوراثيين والمثقفين وعامة الجمهور وتبادل المعلومات حول الصحة الوراثية مع مختلف مستشفيات محافظات السلطنة. يهدف المركز الوطني إلى وضع قواعد ومركز بيانات مركزية لإنشاء سياسات وقائية للتعامل مع الأمراض الوراثية الأكثر شيوعا في المجتمع والحد من معضلة الأمراض الوراثية وما يصاحبها من إشكاليات مرضية ونفسية على المجتمع والأسرة والفرد المصاب بالهدف الارتقاء بالصحة العامة للمجتمع من خلال وضع الخطط العلاجية والوقائية لضمان الجودة والأداء. شكرا. الحين ممكن نستقبل الأسئلة. تفضل. نعم. بس اجاوبك وبعدين اسلم عشان ما ننسى. بس بالنسبه للمرض الفولي عاده ما يكون يعني الاب ما يكون حامل باعتبار ان عنده اكس وحده، فاذا عند الجين المعطوب هو عنده الاصابه. زين، من اساسيات المرض الفولي في عمان هنا يعني بعد السنوات الاولى من العمر يعني تقريبا على سن 7 أو 8 سنوات يصبح كانه ما عنده. القضيه ان الانزيم نفسه احنا نتكلم عن وظيفته، هل وظيفته ملغاه تماما؟ هذا ما عندنا، نادر ان عندنا في عمان. أم وظيفته جزئية، هنا نقول يعني ما إنه حامل ومصاب، لا، الأب عنده إكس وحدة، إذا عنده معناته ممكن يورثه. نعم. طبعا يورث البناته، الأب يورث البناته ما يورث أولاده إذا لهم سليمة يعني. بالضبط. ايش احتمالية انه يصاب احفادهم؟ هل تكون عالية؟ لا لا لحظة، بس الاحفاد معناته واحد من العائلة صح؟ واحد من اولادهم. لما نتكلم لا لما نتكلم عن الاحفاد نفس الشجرة، نفس الشجرة اللي انا شجرة العائلة اللي طلعتها قبل شوي، واحد من الاحفاد يتزوج صح؟ انت تسأل عن او عفوا واحد من الابناء يتزوج، فتسأل عن ابناء الابناء اللي هم الاحفاد صح؟ يعتمد على الطبيعة. إذا هذا الابن مثلا حامل للصفة الوراثية ولا سليم ولا مصاب، ويعتمد بيتزوج بمن، هل حامل أو مصاب أو سليم. طيب حسب فهم أن هذه الأمراض كلها يعني أو منشئها يكون الطفرة اللي تحدث في الطفرة اللي تحدث في الجينات. إيه. إيش سبب هذا الطفرة؟ الطفرة الوراثية في غالب الأحيان إما تكون يعني طبعا هي مورثة أو تكون مكتسبة. مكتسبة الطفرة لها أسباب كثيرة،
يعني مواد كيميائية معينة، سموم، تسمم الرصاص، التلوث الجو، طبعا الإشعاع، الإشعاع الذري من أحد الأسباب. هذه المكتسبة. أما المورثة في يعني الطفرة كانت لها أهمية. خليني أشرح لك ليش حصلت الأنيميا المنقلية. في فترة من الفترات حصل وفاة شديدة أو كثيرة متوسعة لمرض الملاريا بالذات في أفريقيا. طفيل الملاريا يدخل الخلية الحمراء، مراحل نموه صح؟ يدخل الخلية الحمراء ويكمل مراحل نموه، يقضي على الخلية ثم يؤدي الأمر إلى الوفاة، واستمر الحال كذا. فحصلت ما يسمى بالطفرة الاختيارية اللي هي تنجي، أو ما يسمى بالناتشر سيلكشن، ما عرفت ترجمها. فهذه الطفرة حصلت للخلية الحمراء اللي طفرة الأنيميا المنقلية، بحيث لما يجي طفيل الملاريا ما يقدر يعيش في الخلية فيعيش الإنسان. ما عرفت الصورة؟ يعني الملاريا كان مشكلة كبيرة، وحتى في أفريقيا قضى على يعني طبعا من آلاف السنين قضى على يعني معظم الناس. بس من رحمة الله بالخلق إن حصلت الطفرة هذه في الخلية الحمراء، بحيث لما يدخل طفيل الملاريا يلقى الجو مش مناسب فما يعيش فيعيش الإنسان. فالطفرات أحيانا تكون لإنقاذ الإنسان نفسه. على مر الأجيال تكون الطفرة ضعيفة، ما لها وجود، موجودة لكن ما لها وجود، يعني ما لها ظهور. جيل ورا جيل، جيل ورا جيل تقوى إلى أن تجي عند جيل معين وتصبح إيش؟ ظاهرة مرضية. بعد هذا الجيل مباشرة هذه الطفرة تصبح مرتبطة ارتباط مباشر بالظاهرة المرضية، بمعنى إذا وجدت ظهر المرض. قبل هذا الجيل كان في طفرة، تغيير في السلسلة لكن مش مرضية. فإذا هي اكتساب أو مورث. طبيعي لازم موعد، هو نفس النظام السلطاني. احنا نحاول طبعا ان يعني نسهل اكثر يعني من هذا بالعمليه هذه ان شاء الله، بس هو نفس التحويل من مجمع، من مركز صحي، من مستشفى، من ايش. طبعا لان الاستشاره تعتبر علاج، فاهمني؟ جلسه شرح يبنى عليها طبعا خطوات قادمه وهكذا. هل هذا له علاقة نفس الشيء؟ طبعا. هل هذا يعتبر من الأمراض الوراثية؟ هو لا، يعني هو ينتج نتيجة طفرة وراثية، نعم، بالذات الباركنسون. الباركنسون في عليه دراسات كثيرة مؤخرا، وفي نشرات علمية حديثة كثيرة حددت حتى جينات مسؤولة عن حدوث هذا الباركنسون. الجينات هذه المسؤولة عن حدوث الباركنسون وظيفتها التخلص من البروتينات اللي تلقى خارج الخلية. في بروتينات تنتج بشكل طبيعي، ما لها عازة، يعني مش موجودة، بتظل تدور في المحيط الخلية، لا لازم يتم إيش؟ التخلص منها. ففي جينات مسؤولة عن التخلص من هذه البروتينات. أحيانا الجينات هذه تفشل، تكون معطوبة، فيظل البروتين موجود ويكون زايد، طبعا يؤدي إذا وجد في خلايا المخ يؤدي إلى ترسبها والظواهر المعروفة. نعم. أي ممتاز، احسنتي. في بعض الامراض الوراثيه يعني احنا نسميها يعني، وبالذات العصبيه، عندنا مرض اسمه الهانتينغتون شبيه بالباركنسون هو. وفي امراض كثيره من ضمنها ضعف بعض انواع ضعف العضلات اللي يؤدي في النهايه الى تاكلها، وبالتالي الانسان يكون مقعد يعني ما يتحرك، ويصاب بالتهاب رئوي نتيجه ضعف عضلات الرئه ثم يتوفى. هذه الامراض يكون الشخص عند الطفره موجود عنده، بس ما تظهر أعراضها إلا في عمر متأخر غالبا. طبعا ممكن تظهر في عمر يعني مبكر جدا، بس غالبا تظهر في عمر متأخر. على سبيل المثال مرض التكيس الكلوي السائد، يولد الواحد في الطفل يعني، وعند الطفل الوراثية في جين مسؤول عن تكوين الكلى، وهذا الجين يكون في طفرة. لما يوصل عمر 40 تبدأ تحصل عنده تكيسات في الكلى، وهذه التكيسات راح تؤدي إلى فشل وظيفة الكلى ثم الحاجة إلى نقل كلى أو الوفاة. ففي بعض الأمراض نعم تظهر بعدين، وهذه أهميتها لو اكتشفنا حد في العائلة عنده هذه الظاهرة
نروح لعائلته، اخوانه اخواته كذا، ونخبرهم يعني ان لو اكتشفنا الجين او الطفره عندكم الحين قد يظهر المرض عندكم ب40 سنه لو تركناكم كذا، لكن اكتشاف هذه الطفره ممكن توفر جي يعني جو من المعالجه المستمره، بحيث يعني تاخر ظهور المرض او حتى انه ما يظهر كلش. فباركنسون نعم مثل هاي الامراض. في سؤال اخر؟ تفضل. حسب ما كنت مشاهد انه متلازمه الداون ما تكتشف الا بعد الولاده، صح ولا؟ لا 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 لا، ممكن تكتشف قبل، نعم في الاسابيع الاولى، نعم من الحمل. اي والحين مثل ما خبرتك الام او الانثى بالذات ممكن نعرف ما اذا كان هي عندها قابليه ان تنجب اطفال متلازمه الداون او لا. والثوره العلميه في مجال الجينات تراها مرعبه اللي قاعد تحصل، ويوم عن يوم اشياء جديده تطلع. في النهايه هذه اللي راح يعني جميع التخصصات الطبيه الاخرى كلها اللي متعلقه بالظواهر المرضيه، ايا كانت الظاهره المرضيه دي ايا كانت، لابد لها علاقه اما في الكروموسوم او في الجين او في طريقه عملهم، وفي النهايه راح تصب كلها في مجال الامراض الوراثيه.